نسهر في الميلاد نسمر أمان حنان ضياء لكل الشعوب سرور حبور أشيد جميع القلوب يا عيد الميلاد يا عيد السلام يا عيد الميلاد يا حلم الوئام كم يحلو الإنشاد كم تزهو الأعياد في عيد الميلاد في الميلاد الإيمان يصفو الأكوان تهفو رجاء هناء وليل سعيد ضحى عطاء سخاء تغني جميع الشفاء يا عيد الميلاد يا عيد السلام يا عيد الميلاد يا حلم الوئام لم يحلو الإنشاد لم تزهو الأعياد في عيد الميلاد في الميلاد وماذا الآن؟ حكاية حكاية؟ هذه ألا تشعرون أن هذا الليل لا كالليالي؟ وما الحكاية؟ حكاية الحكايات العتم شديد الثلج يتراما والليل يحضن الروابي والدخوم في وجوه ترى ماذا يجري؟ الثلج يتراما والكون هانئ المخابي والديار في انتظار ترى أي سري وداخل المغارة في المزود الحقير طفل صغير وداخل المغارة بدء ضحى كبير حب منير وداخل المغارة في المزود الحقير طفل صغير وداخل المغارة بدء ضحى كبير حب منير والثلج يتراما هوانئ الدروب بواعد القلوب قد أزهرت سلاما وجاء رعاة من بعيد أين الطفل المولود؟ هنا يا رعاة أي عيد؟ هل الليل الموعود؟ وجاء رعاة من بعيد أين الطفل المولود؟ هنا يا رعاة أي عيد؟ هل الليل الموعود؟ والثلج يتراما لم تبخل السماء أمطرت الرجاء أرسلت السلام شكرا ما أجملها ليلى وما أهنأ الغناء سنسهر حتى مطلع الفجر يخيل إلي أن الناس جميعا في فرح وحبور انظر جميع واجهات البيوت مضيئة إنهم يرقصون ويطربون لعيد الميلاد ما أحلى أن يكون الإنسان دافئا سعيدا يمضي السهرات مع أصحابه بصف وهناء هذه أحلى الأمان السهرات خلقت للأعياد جميل جميل إني أنظر من وراء زجاج النافذة فأرى السعادة تغمر العالم ما أشد البرد كيف سنذهب لقداس نصف الليل؟ سيارتي حاضرة ولكن كيف ننزل الدرج؟ ألا تتبلل ثيابنا والبرودة شديدة؟ والمطر ينهمر بغزارة؟ فعلا والثلج يتساقط سنتدبر الأمر أرتدي ثلاثة معاطف الباب يقرأ من في الليل؟ لعله أحد أصحابنا لم أسمع صوت سيارة إذن من يكون الزائر؟ لعلك واهم اذهب وافتح يا عفيف تحت المطر والثلج زائر عجيب مساء الخير
شخص غريب. تفضل أيها السيد، هل عندكم ملجأ؟ ومن أنت؟ لاجئ. وكيف خرجت من منزلك في هذا الليل؟ ليس لي منزل. ليس لك منزل؟ وأين تنام؟ لا أنام أبدا. لا تنام؟ لا ينام. وما تعمل إذن في لياليك؟ أطوف على مساكن الناس لأرشدهم إلى السعادة والسلام. لكن الناس في سعادة. في سعادة. أنت مخطئة يا سيدتي، إنك تنظرين من وراء نافذتك الزجاجية فلا ترين سوى القباب العالية والقصور المضيئة، لكن نافذتك لا تطل على الأكواخ المظلمة حيث لا ضوء ولا دفء. لعلك يا سيدي من الذين يجمعون الأموال للفقراء في أيام الأعياد. لا يا سيدة، فالفقراء ليسوا بحاجة إلى إحسان الأغنياء، إنهم بحاجة إلى العدالة الإنسانية. العدالة؟ لكن العدالة قائمة والسلام يخيم. عن السلام تتحدثون؟ القوي يغتصب الضعيف، والمثل العليا يهشمها مدعوها، والإيمان قد هجر النفوس، وليس لكثير من الناس ملجأ. وتتحدثون عن السلام يا سادة؟ إن السلام لا يبنى إلا على العدالة الاجتماعية. أيها السيد، شوهت سهرتنا وأفسدت احتفالنا. وبما تحتفلون؟ إنه لا يعرف بما نحتفل. ألا تدري أن الليلة هي ليلة ميلاد المسيح؟ ومن هو المسيح؟ إنه سيد السلام والعدالة، وسيجيء في هذه الليلة. وإلى أين يجيء يا سيدة؟ أيجيء المسيح إلى الأرض وقد اغتصبت أرضه ولم يعد له فيها ملجأ ولن يجد حجرا يسند إليه رأسه؟ أيجيء المسيح إلى القلوب ولن يجد فيها المحبة التي غرسها؟ أيجيء إلى دورنا ونحن نغلقها في وجوه إخوانه الضعفاء والتعساء؟ المسيح لن يجيء إلى قوم تنكروا له. المسيح لن يجيء إلى قوم تنكروا له. أيها الزائر، إنك نبهتنا إلى نفوسنا. لقد أيقظتنا أيها الغريب. المسيح لن يجيء الليلة؟ بل سيجيء. سيجيء بموكب إخوانه البائسين والمشردين ليدخل إلى مغارته بالمجد والانتصار. أسرعوا قبل أن يسبقنا، ولندخل معا إلى المدينة المقدسة ولنكن أول الداخلين. المجد لله في الأعالي. المجد لله.